بفعل التلوث الذي يتسبب فيه إعادة تدوير العادم وتهوية علبة المرافق، تترسب بمرور الوقت المواد الزيتية والصمغية في منطقة السحب بمحركات الديزل، ويكون لهذا الترسب أثر سلبي على مستوى استهلاك الوقود والأداء والانضغاط وقيم الانبعاثات. يمكن لتكون هذه الرواسب بداخل صمام تدوير غازات العادم ومشعب السحب وعلى صمامات السحب أن يؤدي بمرور الوقت إلى أعطال وإصلاحات مكلفة. ننصح لتجنب تكون هذه الرواسب بتنظيف نظام السحب مع كل خدمة بواسطة منظف نظام السحب لمحركات الديزل، منظف نظام السحب لمحركات الديزل من ليكوي مولي. للقيام بذلك يرجى اتباع الخطوات التالية: أولاً، اصنع منفذاً مباشراً إلى داخل مشعب السحب عن طريق خلع خرطوم أو أنبوب السحب في الاتجاه الوارد من حساس كتلة الهواء المتدفق. بعدها قم بتشغيل المحرك. إن لم يدر المحرك بدون تركيب خرطوم أو أنبوب السحب، فافصل موصل كتلة الهواء المتدفق بينما المحرك مطفئاً، وهو من شأنه أن ينشط وضعية التشغيل الطارئ مما يسمح للمحرك بالعمل. وقتما يتم تنشيط وضعية التشغيل الطارئ، يصدر كود بوجود خلل في نظام التحكم في المحرك، وسيتعين محو هذا الكود بعد إتمام عملية التنظيف وإعادة توصيل حساس كتلة الهواء المتدفق. لمحو الكود استخدم أداة التشخيص المناسبة، ثم تأكد من إعادة موالفة حساس كتلة الهواء المتدفق. مع تثبيت المحرك عند 2000 لفة في الدقيقة على الأقل، قم برش منظف نظام السحب لمحركات الديزل على فترات من 2 إلى 3 ثوان بكميات صغيرة إلى داخل نظام السحب، مع التأكد من المحافظة على ثبات سرعة دوران المحرك. حرك الفوهة إلى الأمام والخلف لتنظيف نظام السحب بأكمله. إذا زادت سرعة دوران المحرك عن أكثر من 1000 لفة في الدقيقة، توقف عن الرش حتى تنخفض سرعة المحرك. رجاءً الانتباه إلى ضرورة عدم تلامس سائل منظف نظام السحب لمحركات الديزل مع حساس كتلة الهواء المتدفق أو مع أي أسطح مطلية. إذا تبقت رواسب بعد إتمام التنظيف في صمام تدوير غازات العادم أو مشعب السحب أو في صمامات السحب، يمكن تكرار التنظيف بعبوة ثانية من منظف نظام السحب لمحركات الديزل. بعد انتهاء التنظيف، اترك المحرك دائراً لمدة 20 ثانية أو أكثر على سرعة لا تقل عن 2000 دورة في الدقيقة من أجل حرق أي ترسبات في نظام السحب. يضمن لك التنظيف بمنظف نظام السحب لمحركات الديزل من ليكوي مولي خلو صمام تدوير غازات العادم ومنطقة السحب من الرواسب، وهو ما يؤدي لمزيد من السلاسة في الدوران وزيادة الكفاءة وخفض صوت المحرك مع توفير أفضل الوقود، وكل ذلك إلى جانب تقليل خطر الأعطال.